فوت فوت لعنده، فوت لعنده جيبه. ما فيني افتك. بكره يقول لي ليش دخلت على الكازينو بدل جبت معي البابا ما كانوا دخلني، ما دخلت لحالي. انت بشوفك بالكازينو. انا بجي بتفرج بس اوكي. وصلنا للحلقه المنتظره والفيديو المنتظر اللي كلكم ناطرينه، انتم ناطرينه مو انا، لانه انا بهذا الفيديو راح اتشلح كل مصراتي يا شباب اوكي. فعلى السريع اعطينا الحبشكلات تبع اللايك والشير والسبسكرايب وخلينا نبلش وشوف الاعياد. يعني اقتصادا يعني واقف قدام الكازينو يعني. انا هون برسلين حبيبي عجبك حاولت تجي. انا غيرت مكان ريسباوني كان جوا. تعال جاب سيارة الكازينو كان. هلا هلا. اللي اليوم ايوه جينا باليوم الموعود يا زاك. شوف يوم السلام عليكم. يوم الدفع معلم اليوم. يوم الدفع. شوف هاي السيارة محلاة وشوف هالكازينو محلاة زاك. واو. يعني هالمبنى العملاق. اسبوعين غصب عنك برا. انا بطلت اصور. انا بطلت اصور. يلا يلا لو سمحت يعني انا رايح على الكازينو حاليا روح لف العجل. لا لا لا. انا عايش بالكازينو بس اهم شيء والله يا زاك شوف شوف هلي. بيني بينك هي. انا بعرف يعني انه انت ما راح تدخل الكازينو بس انا اذا لمحتك بالكازينو بتعرف العقاب راح يكون كبير. اتمنى يعني ما اشوفك داخل كازينو ولا 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 الاسبوع الجاي جاي سياره خرافيه يعني. سلاحك لو سمعت تهديد. لا زاك لا زاك لا استسلم خلاص استسلم زاك ارجوك. طيب زاك اللي واحده واحده يلا. لا انا ما فجرت ما فجرت ما راح افجر خلص. طيب. ما راح افجر اكيد 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 اوكي يلا. دقيقة بس خليني افتح السيارة لك ثواني. يا والله بحس انك بتسوي داء والله عفا راح تفجرها. افجرها ولا لا؟ زاك افجرها ولا لا؟ لا. سلام عليكم. يا يا هرب على الكازينو ما يقدر يلحقني والله هرب على الكازينو ما يقدر يفوت. ارجع. ليتس جو. يلا خليك برا مع الشرطه تفاهم معهم بنفسك. او شيت او ماي جاد عن جد هذا اسمه الجلد الصحيح. ايوه ايش اسوي برا؟ سياره اقول له سياره. سياره جديده؟ السياره جديده طبعا. واو شيء خرافي صراحه. واو عمو ممكن تسمح لي بس افوت على الحمام تبع الكازينو؟ طلبت لك معلم جخيت على حسابك والله كل شيء حطيته تبع 10% افضل اسلحه افضل سياره. والله يعطيك الف عافيه صراحه عشان المصاري مو لك اصلا يعني قال لك خلص بستغل الفرصه. ما انت راح تشفطني بتشفطني فهمت كيف؟ الله اكبر شو هاللون؟ زاك شو هاللون؟ اوه هذا بس 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 اللي ما يدخلوا على الكازينو يعطون اياه. ايوه بطل بطل تفوت على الكازينو يعطوك اياه. بس شايف هالتحدي؟ شايف هالتحدي؟ ايش تسوي بحياتك؟ لا تسوي بحياتك لا تحدي. هذا نفسه اللي تبع الموتور اللي كنت عم تسويه انت بالوقت؟ ايه اعرف التحدي بكله ترى معك دقيقه مستحيل توصل مستحيل. عندي شرط مرة. تمام هذا التحدي عندي شرط. اوكي بمهمه الكازينو في بيج كوين مزبوط بالبيج كوين بفتح لك اللبس اللي بيلموا زباله تمام صحيح. اوكي من هون لتنزل السياره الجديده اذا ما سويته اذا سويته راح تضل لابس اللبس واذا انا ما سويته انا راح البس اللبس. اوكي والله تحدي خرافي ليتس جو. انا موافق انا موافق اكيد اكيد. اوكي والله عجبتني الفكره. خليني اركب خليني اركب انت روح بالداخل. ميت السلام نور نور الاركيد. هاي المكنه ايش حبيبي والله نور نور. هاي المكنه ايش دقيق شوي. هاي ايش ليش طافيه؟ راح اجرب هاي درون تخمني 1 دولار الله يعطيك العافيه 1 دولار انت راسك تروح درون اطلق يب يطلق يسوي كل شيء. يا اخي السيرفر كله في اي بي طلع بالله افتح بس عارف الزيت. واو او شيت لازم نغير السيرفر تقصد؟ اتوقع يكتبوا لي من كانوا يحسن يطرد الكل اللي بالسيرفر. ايه اطرد جرب جرب اطرد كانوا 4 كانوا 5 7 طرد حاله لا تمزح طرد لا ما طردني. زاك سؤال بالله عليك منين جبت هالسيارة؟ أنا نفسي أشتريها ما لقيتها أبداً. هاي النيسان أتوقع أو شيء. السلطان هاي السيارة فيك تعدلها على كيفك مو؟ إيه هاي هاي بالمهمة عليك. هاي ما اشتريتها هاي بالمهمة هلا. أنا أتذكر لقيتها بالشارع تاخذها من الشارع تروح تعدلها وتحطها تدفع تأمين عليها خلص تصير لك. ها؟ أوه أوكي جينا على اللائحة المهمة. جينا يوم الدفع. يعني هلا إذا بدك فينا نسوي دقيقة يمكن فينا نصعدها. فيني ادفع فور اكويبمنت ما بعرف طياره وما يا اخي
يلا معلش معلش راح ادفع معلش لا زاك لا لا تدفع ولا شيء لا لا ادفع من جيبي هدول من جيبي راح ادفعهم اخوي من جيبك اوكي عادي خذ راحتك اشتراهم والله اشتراهم 50,000 دولار دفعت لها ما فيك اوكي ما فيك شوف 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 قديش قلبي ارفع ارفع عمي ارفع اكثر من هيك والله ما عاد فيني ارفع يعني شد عيدك شوي كمان زاك بحاول يا جو كرمال الله عطوه زياده كرمال الله لا لا كافي شو هيك والله لو اخذ منها 1,000,000 بكون ايد ليتس جو يلا يلا زاك جيب العيد على بركه الله والله اني خايف بس لانه الاوبشنال مو موجودين بس انا واثق انه نحن فينا نتفاهم وايزي بنفوز ما حسيت اصلا الاوبشنال يسوي فرق تيز ليش معنا تيزر اصلا كويس هلا هون مضرب لك تيزر على الكاميرتين ايه والله معنا تيزر انا ما كان عندي تيزر قبل حلو تم هاي عطلناها باقي ثاني عطل ولا تدمر بس تتعطل بس ترجع تشتغل بعد فتره لازم نسرع بعد ما ندمر هاي ما ضرب عادي اوكي ضرب عادي نايس كويس انت ذا كازينو منين لازم منين لازم نفوز من هون في هاك وات ذا هو هاكر هاكر انا مو طالع لي لو عاملين بيرتشيس للهدول اتوقع الليفل 1 ما بيهكر بثواني بيضرب كرته نسيت هذا الهاك انا هذا الهاك تبع انك تتذكر فتحت كاميرا بالداخل كمان اوكي هاك فيلد او شيت هذا انت حاول انا ما بدي عرفوا انه احنا هون عم بقول ليش الكاميرا هناك اشتغلت حسوا علينا ولا ايش؟ نعمل لها اعاده ولا ايش؟ يلا ليتس جو بس لازم كمان هاك هاي او ماي جاد احميني احميني زاك شوي اوكي انا بحميك شو مهم العتل انا كمان يا رب يفشل او ماي جاد هي بدي بكرهها شو هي؟ هي اول مره بكره وحده هي قلت لك تقعد تتذكرهم خش صدقني بعشر ساعات ما بتخلص بالسنيكي الا تمشي على الحيط وتقبس 3 مرات دبليو يعني ايش فريت عن الاجريسيف ما فرقت شيء هذا ما فينا اوه بس الاسلحه معنا مو اسلحه شو اسمه هي المشكله اوه ماي جاد وهدول مدرعين يا اساس هدول الاسلحه دفعت حقهم 10,000 انا هن مشكله فيهم سايلنت شو اسمه هاي زاك شكلنا حنعيدها كلها من جديد غير سنيكي ما بينفع معنا اسلحه مناسبه للاجريسيف يب والله اتوقع يب انت كمان عيد 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 راوند نمبر 2 بدك تضل تعيد كثير الراوند نمبر مليون استنى هلا جوا راح نعيدها مو هون يا ريت هون هاي عاديه كثير اللي صار ولا الداجينج شيب الداجينج ايوه ليتس جو نعطلهم شحنتهم معنا 9 دقائق زاك شد الهمه يلا يلا حبيبي راح يجي العيد انت الاوبريسر اللي عندك يعني فيه صواريخ معينه يعني في صواريخ 20 صاروخ بس لازم كل شوي اطلبها وارجع ارجع بيرجع 4 بس زاك 4 معنا 5 دقائق انا في جنبي واحد جنب المطار بالضبط بنسوي هي انا برايي وبنسوي دعيه الباترول علشان نشوف لانه يمكن لها علاقه بالداخل كمان انا مو متاكد تطلع خالص اللي عندي بيتها لا جبت العيد في الطريق متى في عندي شيء اسمه باي تو سكيب ابقى باي اسوي كل الاوبشنال كذاب والله العظيم يا عم كم السعر 70,000 وهي برو ما يهمنا اوكي تدلل تدلل هاي البترول معلم 70,000 سكيب شوف روح هاي الدرل 700,000 روح لا مستحيل ما بصدق صراحه هاي 150,000 روح قول حط 1,000,000 هاي 200,000 روح روح يا حبيبي حط فلوس وهي متى والله صار حطيت 1,000,000 اكثر من سرقه الكازينو حط فلوس على المهمه اوكي خلصت لك كلياتهم برو شلون؟ صراحة سويتهم والله ليتس جو خالصين طلعوا عندك انه خالصين؟ خالصين ايه طالع عندي بس في 2 هيك مقفلين ما بعرف يب هدول ما اعرف ليش بصراحة من اول يا شيخ او ماي جود بعثت انفايت للكل اللي بالسيرفر حط كلوز ماتش ميكنج حط كلوز ليتس جو ثواني اسمع لك صار دافع 3 ملايين مشان المهمة اوه شوف لبسني كيف صار واو اتوقع هلا الدخله احسن تكون يفكرونا اف بي اي او سواد جاي نطحش تمام 200 طلقه يعني ما لازم نذبح ولا واحد نحن لازم نلعبها سنيكي على خير اتوقع ان شاء الله يكون مثل ما حكيت انت انه خلص ما ضل يعني التيزر غير الكاميرات ما فيني سعي ايش الغباء تضربه ضربه على راسه من فوق القناع يموت تمام بيموت بس تضربه طلقه براسه ما بيموت عن جد شو الغباء اوكي اسمع اذا اطلقنا النار عليهم اطلاق بدون تيزر الكاميرا الثانيه بتحس لا اذا كانت بالمدى اتوقع اذا كان انت واحد مع بعض 1 2 3 حسوا لا خلي يتم تعال يعني ضروري اعمل حالي انه فهمان اللعبه شوف كيف ضرب
هاي بعد مره بضربه زي كان ما فيني اتحمل هالضربات كلها. كرمالي 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 خلاص شباب شباب حدوا شباب. اخ ما احط ريدي. اي والله يلا بس كنت عم بتاكد من المصاري معليش. The select text member is من جوا كمان رح نعاني كتير في كتار من جوا. كل شيء بيلفوا كل شيء بيلفوا الكاميرات ما بيوقفوا لازم تنتبه بكير انا جرب الاتوقع لانه معنا كي كارد ما عاد فيه هاك شوف لانه ستبش او ماي جاد ابغى اخربط بالحكي اشتريناه من شري بتحداك يب شفت ليتس جو حبيبي اوكي شوف هاي اول شغله حلوه بالاوبشنال هاي اوكي انت تعرف ايش تسوي ايش نسوي هلا زاك قبل ما تفوت نضرب هاي بالاول حلو اه قدني والله ما كنت اعرفها هلا بدنا نفوت بس وينك كيف بدنا نحمي حالنا لازم نتخبى لازم نستلم هدول نقتلهم لازم نقتلهم يب بس لحظه رح اشوف اذا في واحد منهم لازم نقتلهم يلا زاك انت اليمين على اليسار واحد اثنين ثلاثه كويس ممتاز في كاميرا هون دقيقه في كاميرا فوق شلت شلتها تعال تعال لازم نروح من هون من هذا الباب لازم نروح ابلع مات مات تعال خش خش بجيك بجيك كاميرات هنا كمان دير بالك هلا زنقتوا لهدول اللي باخر ممر من واقف الكاميرا بعدين الكاميرا باتجاهك تطلعها احاول اقتلهم هدول الاثنين احاول ولا بجيب العيد نزلي بنفضح المشكله لازم نروح من عندهم ايه لازم نروح من عندهم والله اوكي بس تكون جاهز اي واحد بدك مش عارف اذا بنوته منطلقه يلا ليتس جو واحد. انا اليسار انا اليسار يلا واحد اثنين ثلاثه نايس ليتس جو برو ليتس جو اهرب بسرعه من هاي الكاميرا قبل ما تشتغل هاي نفس طريقه الدخله اوكي هذا كيف راح نجيبه هذا اذا ما حس علينا بيكون شيء خرافي لازم ندخل من هنا بدك تسكر ما بنفتح من هنا صح من الشباك يا رب واحد اثنين كويس يلا افتح اتوقع معك كارت جرب اي ما في 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 المكان السري اللي طالع منه 100,000 كمان نجيب لك اياها اوكي يلا بس هذاك جوا صاير ما هون اه هون في 100,000 على فكره جوا اذا بدنا نوصل بس في حد يشوفنا ضربته ضربته وهو ما قاعد كان كشفتنا والله لف علينا انت حط المسدس يطلع قدامك واحد سلخه لانه هيك هذا يشوفنا هذا برو هذا يشوفنا طيب وين يشوف اوه ماي جاد والله يشوفنا ارجع ارجع لازم ارجع ارجع كاميرا فوق انتبه اوه شيت بس هذه اذا رحنا من عنده هيك يا ترى بيكشفنا لازم نطب عليه لهذا انا اشتغلت كاميرا اشتغلت كاميرا اشتغلت طفيه طفيه اذا في خلص خلص خالصه فوت فوت لعنده فوت لعنده جيبه ما فيني افتح حس او ماي جاد على اخر لحظه انت دخلت عليه اسمع 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 بفتح لك الباب روح بفتح لك الخزنه ممكاله ممكاله على يسارك على يسارك شوف شوف فتحت لك الخزنه روح جيب لنا مصاري وينها؟ هي من هنا هي روح دقيقه والله ليتس جو نعم اول مره اشوفه رح احاول اعملها على السريع بس هاي فلوسك زياده معلم روح الله يا حبيبي بونس خرافي هذا عبي 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 بسرعه زاك افتح الباب علق جوا والله زاك فتح فتح فتحته يمديني افتح طلع من الداخل علق جوا قسم تعال تعال سكر طفي كسر الكاميرا عم تطلع علي ليتس جو برو والله انت حفظان الطريق انا كنت جبت ام العيد وات شو هاي هاي تشيك بوينت خرافي هاي اجباري يحسوا علينا اجباري اجباري شو طلع بخليتنا يلا بدنا ندعس ندعس مو طبيعي ايزي انت استلم يسار انا يمين الحيط وين دروعتهم برو؟ ما في دروع شلناها كلهم شفت؟ شلنا كل شيء ما عاد في دروع ابدا ايزي ايزي الجيم كله ايزي صار ملاحظ ما في ولا درع صار ما في ولا يب يب ما في نسحب عليهم خش خش للداخل معي انسى يلا واحد اثنين ثلاثة يلا ليتس جو خليهم بين نفسهم اركض اركض افتح او ماي جاد افتح اهرب ليتس جو صابني والله باقي واحدة بس انا كسرت الثالثة باقي واحدة كمان عندي تم باقي نص واحدة حلو دخلونا دخلونا يا عمي دخلونا اوكي معناها انا افتح ابواب ولا ايش اسوي مشان جوا واحد لازم ها واحد لازم يفتح صح انا بفتح باب اذا بدك لا انت مسوي انت دفعت كل شيء ايزي ما في مشكله انا دفعت كل شيء اتوقع في ما اعرف في ابواب ولا ما في
ما في انت دافع كل شيء بتوقع مستحيل يكون في كل شيء مفتوح مفروض يعني والله كله مفتوح اللي بتلاقيه لوحات لوحات قول لوحات ليتس جو يلا 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 والله حلو اللوحات او ماي جاد ايزي برو اللوحات جدا جدا حبيت الاول مره 400000 شوف كل باب مفتوحين زين كل شيء مفتوح بس والله اتوقع انه بنجيب كميه مصاري رهيبه بتعرف اتوقع نجيبهم كلهم ان شاء الله ليتس جو جيب هاي جيب هاي ايزي يا رب كمان يا رب هاك سكسفل بالله عليك اوكي ما له حل اللي عندي انا راح اخذ هاي وراح اطلع ما راح انا لازم ولو كان راح اخذها زين لو مت انا عادي خليها سريع بطل ان شاء الله بالحق ان شاء الله الغاز ما يقتلني هل انت وجوه المهم ما توقع الغاز يقتلك مليونين ليتس جو انا هربان انا اخذت سناكس اخذت سناكس جبت او ماي جاد مليونين برو صرحنا كل اللوحات صرحنا كل اللوحات ما باخذ شيء تخيل 1 2 3 تدمج 100% اي والله ضغطتها معك زاك نص صبيه والله اول مره اسويها هيك ايزي على فكره هلا افتح لا عبد يا مدير معنا رشاشات معلم بلع هيك شتات بس الطلق دير بالك راح يفضل طلق راح باقي واحد من جوا العب بكبوس زيد من باك فكر حالي بلعب رينبو عم بحير لك مكانه داون واحد اللي على اليسار بشيله داون باقي واحد ثاني حلو حلو والله بطل روح ما في داعي بتطلع بالمصعد ولا بالدرج برايك في واحد على يسارنا اتوقع يب على يسارك بتدخلي على اليسار مباشره بلع شوطه يا معلم روح هاي الكاميرا اوكي انا بحمي ظهرك حلو رح نطلع من نفس المكان ما عندنا غير انا معك هذا الخبز قدامك واحد تراكد عليك طلع العب يا مدير نحن من وين نجي من هون صح؟ اي من هون قدامك انا بحاول اكمش لك دارك اوه لازم يفوت من هون اوكي خالصين اللي عندي بجيك عم يضربني هون متت انا لا 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 لا, لا. العب يا اخي العب ايش هاد لازم خلص كي راح او شيت بعطيك زاك دمي نقطه بعطيك الكي دي خلص رفعت لك الكي دي من عندي راح اعطيك اسوي لك يا ستي بدل شال امهم يا شيخ شوف طحش عليهم وبلش فيهم والله صدفت ممكن تمت الان فيني يلا ليتس جو اوه هذا الكتار كثير صايرين ليش هيك اساسا تبي كمل كمل معك بس كمل اركض 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 تلحقني معك زاك اوكي انا بشيل السلاح مشان اركض بسرعه ماراثون ماراثون خلص بس من هاد عشان لا اوصل من بعيد خليه هيك مفتوح كل ما نوصل عنده من اجت طياره اي هو هيك هو بتجي في حدا تاني هون اوكي قتلت الشخص اللي بيقوص عليك من الطياره كهربته هذا انا كفو حلو خلص ما باقي شيء هاي واحد هاي واحد هاي واحد اوه يا طلع يا شيخ شو معنا تعال سريع فان مو مهم اوه اركب زاك اركب ويلا نروح الطياره او جي جي ليتس جو اوه لك هذا مات من ابلع باركور احترافي هون ها تصور ما تكون مرسبين هلا لا لا على الاغلب مرسبين 100% تخيل حظنا يكون بيض لعم الشرطه حتروح زاك شو هاي اول مره بتصير انا لازم تكون والله الشرطه حتروح صارت ايه انا لازم تنتبه كويس عشان ما نطيح هنا يا رب تكون موجوده الطياره ولك الشرطه حتروح اول مره بتصير لا لا اجي الطياره صبط معين اوكي معلش لا هي لازم تنتبه عليها من هون طير يا اخي طير نط بعدين طير من هنا نط دا ام اوكي اوكي كويس جالسين نلعب باركور نحن اوكي انا معك نزلت السائق حلو لا ما انا صار ساعه بطلق على الدنبه تعال هذا 1,900,000 ايزي الله يا حبيبي الله بس والله بتعرف عن جد اول مره اسوي مهمه كازينو بالسرعه واجمعك لا انا اكثر مبلغ سرقت منه بالكازينو انا حتى انا كمان على فكره هي اكبر مبلغ ممكن اسرقه اكثر من هيك ما سرقنا على شخصين يعني نعود نسوي النط من هلا مشان نفتح مظلات ولا ما معنا مظلات نجيب لا لا والله لو معنا بنطه لا بجرب يلا بتحداك لا زاك لا زاك لا انت اللي بتحداك او ماي جاد والله تجي باخذك ولا شباب انا بتعرف على اي اساس معنا روح جرب معنا روح ليتس جو يلا ها
ليتس جو معلم. والله تحشيش على خير. شو هاي السيارات الصغيره اجت لهون؟ ولا راح احس الطياره بتوقع فوق راسي. او ماي جاد، شو صار معك؟ الطياره وقعت جنبي، ما في بيني وبينها نص متر. كل حظ لك والله العظيم. شفت عندك طبت 180 الف حلوين. ها زاك يا هلا، انت شو انت انت عم ترضي؟ انا دافع مليون. ما في اه ممكالو اخذ مليون وتقريبا 100 الف. والله مليون 100 الف. ياب روح يا برو العب ايزي. مليون. اوكي اصدقائي، لهون بكون وصلنا لنهايه حلقتكم. اتمنى تكون عجبتكم هاي السرقه، اكيد عجبتكم يعني انه اساطير السرقه بلشوا فيها. طبعا في تحديات قادمة ومنه نسمعتوا منه بهذا الفيديو، في تحديات رح تكون بقناة ممكالو، ما حكالي على التحدي اللي رح نزل فيديو، فتفرجوا فترقبوا التحدي بقناة ممكالو اللي بدي يسويه. ما بعرف شو رح يجيب العيد فيني المرة الجاي شباب، ضلينا شوي نلعب بالسيفر ونهايت كمان ونجيب العيد بالعالم. على كل جايز، اذا حابين تشوفوا سلاسل اكتر لقدام لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب شباب، اكتبونا تحت بالتعليقات رايكم. اي لاف يو جميعا، ونشاويين، باي.